considéré pas les artistes et c'est pour ça que la pierre va la alaykoum et vous n'aurez pas de chanteur jamais que lorsque vous réparez les torts d'yelkoum les ramoujdin ou hayyin hala khadou l'fennan ou l'fennan ando khima l'fennan ya rabbal alamin. On peut pas construire un chanteur, on peut n'est-ce pas un footballeur ou le handballeur ou le n'importe quoi, même le matrib, من عند الله خص ربي يحبه باش يلعبوا يعني بصوت ولا بعزف ولا بحاجه. انا في بار ارتيست اون سيمين ولا اون سيزون ولا الحلوه شباب يكونوا مطربين يودي الاوريجينال ده بجامي ادرا مش يقلدوا الاوريجينال سي فيني سا سي با بوسيبل. وهي يقول لك يا ودي كيف تضم بلاخ هذا يعني يتناقشوا على السوم وعلى الكاشين تاعك اللي خضره ولا بطاطا ولا ما نعرف سي غراف سي غراف يا نمار قاعد نراهم وقاعد عاونتهم كيما لا كاس ولا رفضت الكرسي تاعي كرسي الشاز رولون المارفيزي الشاز رولون لا كاس ولا ما يحشموش 63 عاوناهم وبنينا لهم لاكورا تاعهم وعاوناهم بزاف. ان شاء الله ابو رفيزي ان شاء الله احمد وهبي يلي باراليزي البوفر واليوم الحمد لله ربي وراه معليش نحمد ربي ونشكر. وسكانك زادوا لبهاك حسان يا سايد زينك اخطف عقل وسكانك زادوا لبهاك حسان قدرك عالي وحسنك غالي. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يرتاح لنا ونتمنى ان شاء الله يزورني هنا في الدار هذه عندي هنا ان شاء الله وندير له حفله اونتر فامي خاطر لا فامي بكل ستان اوركست بكل بولادي بكل توت لا فامي هذه وحده وان شاء الله نتمنى نديروا له حفله في العاصمه. يلزمنا تكون عندنا شويه غيره لكن الفنانين ما قاعدين يسمعوا فيا نديروا له حفله ونعرضوها سيدي نعرضوها ان شاء الله ويكون بالكش هذاك الوقت صحيح وفصيح ان شاء الله ويزيد يغني معنا. مسؤولين فاكا اه وي بعد كي يبدا كيما تلقى عندك الميكرو تفضل. ايه خير وخير.
أستاذنا أحمد وهبي، ما تلقينا حتى صعوبة وما تلقينا حتى مشاكل باش نقنعوا أستاذنا الحاج محمد الطاهر فرقاني باش يحييك هذه التحية، وهو فضل وإحنا وافقنا على هذا التفضيل باش يحييك بالعود. هذه القطعة اللي راح نسمعوها انت راك تشوف فيها، سواء كنت في السرير او كنت جالس على الكرسي نتاعك، نخليوك تتمتع بها، احنا تاني نتمتعوا معاك. من دون شك راح تخليك تشوف اشياء، تتذكر اشياء، تسترجع اشياء. من دون شك راح تروح مباشرة للقلب، لذلك نخليو القلوب تتخاطب وتتحادث فيما بينها بلغة الفنانين. خاطر سي عبد وربي يشفيه ان شاء الله بجاه النبي. عطيك الصحة الحاج، بارك الله فيك. مع هذه التحية الحاج، ما تتفكرش كاش غنيات من ولا الاناشيد اللي كنتوا تغنيهم مع بعض بكري مع وهبي؟ ايه فكرتيني بارك الله فيك، استنى درك نفكرك نفكروا ليتو. قطعة منها برك معليش. Thank you.
بربك عيني ولا تبايني، كون بربك عيني ولا تبايني، موت مسلم موت مسلم، يبقى قدرك عيني. أنا ماني شفايدة لا ماني رايدة، نارك تشعل زايدة نارك تشعل زايدة، الناس كل حبوها والعديان كرهوها، والشبان يفدوها برواحهم والمادة. هذه بد هذا فكرت هذا النقصان هذا والله. يعطيك الصحة الهاج، راني قاعد نعيش في الوقت تاع 49 1949 والله العظيم. ايه حاجة اللي أثرت فيها تاني، اسمحوا لي، حصل على النبي إن شاء الله ربي يشفيه جاء النبي، وعندي صديقي شروات محمد كيما نقولوا احنا دي بددي تاني المغبون، راهو تاني كذلك راهو مريض تاني، وإن شاء الله نتمنوا لهم الشفاء العاجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام. أمتي محمد بكر إن شاء الله جميع. مسطر بدمعي مسطر بدمعي وكل شيء مكتوب. يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 ليل، يا شبكتي باختياري عندما حبيت نكال كان جا خلاصي بيدي وفي عن من المكتوب. هذه التصبيرات عم يزول كان يخبرها او على بالو بيها الحاج. لو الاستاذ الان الاستاذ وهبي راه يسمع فيك واش تقول له؟ انا نهدي له الساعه خاطر ما شراه عواد ممتاز، نهدي له الشعر فيما يخص العود. هاك اسمع يا اخي، اخي تاع 49 نعم 1949، مالا نقول لك لقد كنت عودني البلابل منزلا مولى علي قلوبهم، وقد سرت فعل الصدور يصدر، تعنق قدي كل من فاق حسنها، فلفرق المولى مهيمن بيننا، ولا عاش محبوب يصد ويجور.
هذا فيما يخص هدية نتاعي لسي أحمد فيما يخص العود نتاعو. في آخر الجلسة أستاذنا الحاج محمد طاهر فرقاني ما قبلش نخرجوا من دارو بيدينا فارغين. قلنا له احنا ماشيين عند الأستاذ أحمد وهبي، قالنا ماشي ممكن تدخلوا لداري وتخرجوا بيديكم فارغين، لازم تديوا له حاجة معاكم. وبالتالي قدمنا هذه المجموعة من الأشرطة هدية منه وتذكار منه لصديقه وأخيه الأستاذ أحمد وهبي. وكل شيء نفكروا الصورة اللي عطاها لي دار لي ديكاس هي مازالت عندي مخبية، وهاو كل وحدة فيها الدواء، هذا هو دواك هايوا باش تكون على بالك. مسطر بدمعي مسطر بدمعي وكل شيء مكتوب. يعطيك الصحة العاج يا ليلي لا نتاعنا خويا، رانا بكل مسحسين به بزاف بزاف وربي اللي يعلم واش الانسان باش رانا نهضرو. يا شبكة باختياري عند ما حبيت لو كان لو كان جا خلاصي بيدي وفيها من المكتوب. هذه التصبيرات عم يجرو كان يسخبرها او على بالو بها تسعود. هاك الكاسي بهدالك محمد طارق برقاني. شكرا الله يطول عمره ان شاء الله. يجيب لك الشفاء ثاني ان شاء الله عليك. امين. كل ما نرجع ان شاء الله. يجرك قريب تبرع. انا نقول لك حاجه يا اخويا محمد طارق، احنا عندنا في ورم نسميوك ام تي اف يعني مؤسسه تاع الفن. اش ام تي اف؟ حاج محمد طاهر فرقاني. في المستشفى الاستاذ احمد وهبي محاط بشكل مستمر ومحاصر بعالم من الاطباء والمساعدين والممرضين، ولكن اضافه لهذا العالم كاين عالم اخر متواجد معاه بشكل دائم وبشكل مستمر. نظن عرفتوا شكون. انها بنت خيرة. هاد المرشي اللي يلفت الانتباه عندها هو شخصيتها القوية وتفاؤلها الكبير. نسمعوا واش تقول في ميكروفون على عيساوي. Mais il a du courage et de la volonté. Et il va guérir Inch'Allah. Sa tâche n'est pas terminée encore sur terre, comme il vous dit. Il a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire ensemble. Mission inachevée. Inch'Allah, Rabbi Tawla Amar. Inch'Allah, Rabbi Tawla Amar. Hada Mekan. Inch'Allah. Voilà. Je vous remercie beaucoup aussi. Parce que ça lui a fait plaisir. Que les gens s'inquiètent. Ça, c'est vrai. Plus beau cadeau que Constantine lui ait fait. Il me rappellera toujours. Toujours, c'est vrai. Il a été très content, surtout le premier jour quand vous êtes venu, vous lui avez parlé et tout. Il a été très, très touché. Il m'a dit c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Si Constantine a besoin de lui, il viendra en courant, Inch'Allah. Il n'y aura aucun problème, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup pour tout. والسلام عليكم وشكرا مرة ثانية للعيد دعوة لنداسة قسنطينية. أنا محضر لها غنية وستاهل غنية مني إن شاء الله، نعنيها بقوة قلبي إن شاء الله. نسلم عليكم جميعا بعض الدوس أخوة مزامي ميرسي. الله الله الله
الشر اعذر مرجانا بالشر اعذر مرجانا بالشر اعذر مرجانا بالشر اني بينها وبيني ما كان فرق قاصدتنا ويشارك ابنته معه رمزا للتواصل والعطاء. لو كان رجل غير وهبي لانكسر عوده ولا خيم عليه اليأس، ولكن أحمد وهبي يتألم ولكن بكبرياء، يمضغ الحزن ويعصره الحزن، ولكنه يظل شامخا شموخ جبل مرجاجو الذي يطل على وهران في شموخ وعفاف. وهران التي تذكر وهبي بكل فخر واعتزاز، وهبي الذي قال ذات يوم: أحب وهران لأني أحب الجزائر. الفن بالبانيس والفردان